تاخذي العين تقبريني، والله ما عرفتك. كثير حلياني طالعه بتجنني. نحن لو بننتهي بعد لسه في ميك اب. ميك اب يلا 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 لحقتكم. يلا يعطيك العاصفه. الله يعافيك يا رب. لو سمحتي تاخذي لي طريق لعند الدكتوره. تكرم عينك، تفضل استريح شوي. لا ما في داعي، لانه انا مالي مرضان، يعني اسناني مثل اللولو ما شاء الله، بس جايه زياره هيك، فيكي تقولي شخصيه يعني. ماشي، بس بعتذر منك كثير، في مراجعين، ممكن بس دقيقه تنتظرون شوي؟ لا ما فيني والله استنى، انا بروح بالسبب، لانه مشان هيك دغري لي، لاني انا هون بتقلك فوتي. يعني بالدور اذا تريد. لك ايه بالدور، بس انا مو بالدور. طيب ماشي، تفضل استريح شوي. شوي ها، ما فيني اتاخر انا، قليلا. يلا إذا سمحتي. ماشي. بعرف ترى أنت إيرا لشو؟ يضم المركز العيادة جراحة. خصوص البوزة. أنت ولا راي؟ شو صار معي؟ جميلة جميلة عواطف. أنت أيضا جميلة. لا حبيبتي، نحن كبرنا على هالشغلات. لا انت جميله كثيرا كثيرا، انت بيحتاج بس شويه ميك اب. لك بعد الكبره جبي حمراء، بلا ميك اب بلا بطيخ. ام النور، انت اين زوجك؟ الله يرحمه مات من 10 سنين. 10 سنين لم تتزوجي؟ يا لطيف، بدك يعني اتجوز بعد ابو النور؟ يكشبره وبعيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اين مشكله؟ حياة تستمر. Life goes on. نقطة رشك انت. لك جينا معقولة بدك تجوزيني بعد هالعمر؟ لطيف. كملي جينا كملي. بدك تقبريني شو حليتي. مو هيك جينا؟ تشرب قهوة؟ لا. بركي بيطلع لك شواري؟ ما رجع على لي شو بركي زبط لسانها؟ بالإضافة إلى أقسام أخرى. يبليك بقتلك خلاص، كرهتني لألك. شو بكار الدولا؟ يلا يا أنسة بوسة لإيدي، أنا زلمي عندي شغل. طول بالك شوي. يلي كويتي الفؤادي